راح نسألك سؤال خاص نوعا ما. لو نقول لك جابوا في وسائل في في, في, في وسائل التواصل الاجتماعي هناك حديث على أنه السيد رياض لشهب ينوي استقدام عبد المومن جابو هذا اللاعب، ربما ينصح القول لاعب الأسطورة في كرة القدم الجزائرية لأنه شارك في مونديال 2014، لاعب توج بالعديد من الألقاب، ربما إن صح القول هو أفضل لاعب جزائري محلي في آخر 20 سنة. يعني هل صحيح أن السيد رياض الشاب دخل في مفاوضات مع جابو؟ شوف، هو جابو معروف، من جني با جني ريان ادير عليه، هو دونك سي فري ك يلتحق بنا جابو، سي اون تري بون شوز بور لو بور لو كلوب اي بور لوي اوسي، باسكو بس سيلفيان ورسيكا حيعيش اجواء ديفيرون دو سكو لا فيكو. لا فيكو بوكو دو شوز هو دون سا كارير، دونك بيت لا سول شوز كي نا با فيكو سي جوي اون دوزيام ديفيزيون اي جوي لو افيك ان غران كلوب كيما لو ورسيكا. دونك je vais essayer d'inchallah de le convaincre de venir le club inchallah. المفاوضات ولا مازال؟ مازال ما بدات، مي سي انكور انشالله. طازج، حلة جديدة وذوق اروع. زيرتوب، اول قناة الكترونية في الجزائر.